يعني ان الاداره بتاعه النادي وكابتن عماد وكل الناس اللي موجوده في النادي مقاولين يعني هتساعدني ان انا انتقل للنادي الاهلي. ابرز الكواليس والاسرار بقى اللي دارت في المكالمه ما بين الكابتن امير توفيق وما بين الكابتن طاهر. هو كابتن امير اول مكالمه خالص يعني كان هي دي كانت اطول مكالمه يعني كان بيشرح لي التفاصيل كلها ومن التفاصيل انه كان بيقول لي ان مستر فايلر هو كان يعني طالب ان انا اكون متواجد معاه. طالبك بالاسم؟ كان في كذا اسم مترشح وهو يعني فضل ان انا اكون من الاسامي اللي هو على الاول الليست بتاعته. فدي حاجه طبعا يعني كانت بسطاني جدا وحاجه يعني حسستني بقد ايه ان لما يكون في برده مدرب هو الطالب ان انا اكون متواجد معاه في نادي كبير زي النادي الاهلي. فدي كانت يعني مدياني دفعه كبيره جدا ان انا يعني اكون متواجد في النادي باسرع وقت يعني لو على الاقل اكون متواجد في الفتره بتاعت مستر فايلر دي اكيد هتساعدني ان لو هو الراجل واثق فيا دي اكيد حاجه هتساعدني جدا لما اجي اخش النادي واخش وسط الفرقه وبس. وهي دي يعني ابرز التفاصيل يعني ان كان مستر فايلر هو اللي كان طالب ان انا اكون متواجد معاه. اول جمله